الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أنا في المسجد بعد أذان صلاة العشاء، وكما ترون المسجد خاليا إلا من الكراسي. هذا هو المسجد، خالي جدا. والآن كما تعلمون تبث مباراة للمنتخب المصري كما يقال لكرة القدم. سأخرج معكم إلى طريق، ترون الفرق الشاسع وترون أسباب ما نحن فيه من خذلان ومن فساد، ليعلم الناس سبب ما نحن فيه من فتن ومحن وإحن وبلايا. هذه هي الكافيتيريا كما يقال. الآن أنا بعد الأذان، نحن الآن بعد الأذان، وهذه كافيتيريا أخرى. كما ترون ما تسمعون. قول لي ليه بقى؟ تعرف تجار معرفنا. طب تبي تصلي معايا؟ ايش؟ المسجد فاضي، المسجد فاضي، تصلي معايا؟ والله حنجيك توا. ها؟ حنجيك والله حنجيك وحنجيب دخلك امي. ما حد يصلي معايا. الله يبارك فيك. الآن في واحد دخل المسجد، تسمعين الصوت؟ بارك الله فيكم. هذه اثنين كافيتيريا بجانب المسجد. والآن كما ترون، سبحان الله العظيم، أسأل الله عز وجل الهداية لنا أجمعين، أن يهدي شبابنا وأن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. يقول الله عز وجل: فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا